السلام عليكم، أنا صبر عبد العزيز من ولاية غردية، مبرمج تطبيق أطباء الجزائر المتواجد على متجر بلاي ستور، وأريد التحدث على قصة عبد الحليم العداوي من ولاية سعيدة. لكن قبل أن أبدأ في سرد قصة أخي عبد الحليم، أريدكم الإشارة إلى أي شخص من ولاية سعيدة حتى يسمع القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. قمت ببدء تصميم تطبيق أطباء الجزائر سنة 2016، وقمت بنشر تطبيق على متجر بلاي ستور سنة 2017 كما هو موضح في متجر بلاي ستور، وكنت أعمل على جمع أرقام هواتف وعناوين الأطباء وأضعهم في التطبيق. العمل لم يكن سهل وشعرت بنوع من التعب والملل، وفي سنة 2019 أرسل لي شخص رسالة عبر البريد الإلكتروني، رسالة كانت تحفيزية وقال لي راح نساعدك في جمع المعلومات. كانت تقريبا كل مرة يبعث لي مجموعة من المعلومات من مختلف الولايات وخاصة الغرب حتى أضيفها للتطبيق ويستفيد منها المرضى، ويقول لي كل ما تكمل مجموعة أخبرني حتى أرسل لك مجموعة أخرى، وكان يحرص على إضافة معلومات صحيحة وأنا كنت نرد له بسرعة. كنا نعمل بجد، ما كانش عندنا حتى الوقت للتعرف أو للتعارف. وفي يوم من الأيام ما ردش عليا، وبعد مدة أرسل لي رسالة أخبرني فيها بأنه كان مريض. سألته عن حالته وكانت الصدمة أنه أخبرني أنه مشلول حركيا ولديه احتباس للبول. فقمت بإخبار أحد أصدقاء بالقصة وهو صديقي مختار السيد، فقال لي روح نزوره. وكما كان الحال طلبت منه العنوان ورحنا زرناه في المنزل في ولاية سعيدة ورحب بنا أفضل ترحيب. والله يا أخاوتي حالته كارثية بمعنى الكلمة، مشلول حركيا لا يستطيع الجلوس ولا تحريك حتى رأسه، وضعيف جدا، عنده يديه يحكم بهم الهاتف بصعوبة جدا، صعوبة كبيرة. أنا قعدت نتخيل كيفاش كان يكتب لي أرقام هواتف وعناوين للأطباء، يعني كان أمر صعب جدا بالنسبة له، وهذا اللي خلاني حتى أنا نعمل بجد من أجل تطوير تطبيق أكثر باش ما يروحش تعبه في الباطل. وصدقوني حتى القهوة وشفت الوالدة تاعو أمه تشربها له، الله يطول في عمرها ويحفظها له إن شاء الله. والغريب في الأمر بعد عودتنا من ولاية سعيدة إلى ولاية غردية حاولنا جلب رقم حسابه CCP، يعني أخبرته أننا سوف نحاول جمع المال اللي قدرنا عليه من أصدقاء ونرسلها له في حسابه، لكن نرفض، قالنا زيارتكم تكفيني لا أريد أن أثقل عليكم. هذا الشخص زوالي ومريض يحتاج مساعدتكم. أنا حاولت ننشر قصته وصدقوني عنده الألم بشكل يومي، دائما يخبرني بهذا الشيء، الألم تاعه يتألم بشكل يومي. وآخر رسالة له عبر فيسبوك خبرني أنه لم يرى النور منذ مدة، الشمس ما شافهاش منذ مدة. ومن هنا وناش الجزائريين وخاصة سكان ولاية سعيدة يروحوا يزوروه ويطمنوا عليه ويشوفوا حالته ويقدموا المساعدة اللي قدروا عليها. والله قالها لي حلمه أنه يركب الكرسي المتحرك، حلمه أنه يركب الكرسي المتحرك بسبب المرض تاعه لا يمكنه حتى الجلوس. راح نترككم العنوان في الوصف إن شاء الله، وبارك الله فيكم، شكرا والسلام عليكم.